السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم استكمالا لموضوع البارامتريك إيكويشن. ريمبر آخر إشي حكينا فيه إنه given x is a function of t and y another function of t. هذا الشكل يمثل parametric equation where t between a and b. فهذا الشكل الكيرف، احنا قبل كنا نشوف الكيرف بدلالة y is a function of x، فهذا أصبح يمثل parametric equation. هاي parametric equation تمثل كيرف، استطعنا إنه نجد السلوب إلها. نهاية المحاضرة السابقة إنه كان السلوب هو عبارة عن dy slope of the tangent line dy by dx اللي هي تكافئ dy by dt over dx by dt. وحكينا إنه الكيرف سوف يكون له horizontal tangent line إذا كان البسط يساوي صفر والمقام لا يساوي زيرو، وسوف يكون له vertical tangent line إذا كان dx by dt equal zero and dy by d لا تساوي زيرو. وحكينا لإيجاد المشتقة الثانية للparametric equation، المشتقة الثانية هي عبارة عن d by dt d by dt لا dy by dx على dx by dt. وحكينا بالإضافة لهدول بدنا نشوف اليوم قانون لإيجاد الارك لينكث. المقصود بالارك لينكث الفورمولا اللي رح نتعلمها إنه الارك لينكث إذا كان عندنا parametric equation على الفترة من A ل B وكانت dx by dt continuous و dy by dt continuous، فالarc length هو عبارة عن the integral from A to B the square root dx by dt square زائد dy by dt square والتكامل with respect to t. والمقصود بالارك لينكث هو عبارة عن طول المسار الذي تسلكه البارتيكل على الكيرف. يعني لو كان عندنا الشكل دائرة فحكينا انه الارك لينكث بيكون يمثل محيط الدائرة. اوكي، for example find the slope of a tangent line for one. لو أخذنا الفونكشن هو عبارة عن x equal cosine t y equal sine t. من نجد السلوب للتانجنت لاين at t equal by over 4. لاحظ هذا البارامتريك إيكويشن، هذا الشكل ماذا يمثل؟ يمثل دائرة سيركل، وهاي السيركل كاونتر كلوك وايز والسنتر إلها 0 0 ونصف القطر إلها 1. To find the slope dy by dx هي عبارة عن dy by dt، اشتق y بالنسبة لتي اللي هي cosine t على سالب sine t اللي هي هاي تكافئ minus cotan t. هلأ ما هو السلوب للتانجنت لاين لما t equal by على 4؟ t equal by على 4 في عنا تانجنت لاين. ما هو السلوب للتانجنت لاين عند هاي النقطة؟ مجرد انك رح تعوض. So dy by dx عندما t equal pi over 4 equal cotan الباي على 4 1 minus 1. فهذا المقدار اللي انا اوجدته يمثل ميل المماس عند النقطة لما t بتساوي باي على 4. طبعا عندما t بتساوي باي على 4 بتكون البوينت على الكيرف هي 1 على جذر 2 1 على جذر 2. اوكي، لو اخذنا الكيرف السلوب للتانجنت لاين x equal
x equal t and y equal e to the power minus t at t equal 1. To find the slope of the tangent line, رح أضطر إني أجد dy by dx. dy by dx هي عبارة عن dy by dt رح أشتق y بالنسبة لt minus e to the power minus t على dx by dt e to the power t. So this equivalent to minus e للقوة minus 2t. ولإيجاد السلوب للتانجنت لاين عند النقطة 1 هي عبارة عن dy by dx عندما t equal 1 رح نعوض minus e to the power minus 1. هلأ ممكن نفس السؤال، أنا بكون في هاي الحالة يوجد مماس أو وجدت ميل للمماس عند هاي النقطة. لو نفس السؤال حكينا إنه find an equation of a tangent line at t equal 1. هلا اذا كانت t equal 1 ما هي النقطة x y؟ مجرد انك رح تعوض، لما t equal 1 رح تكون ال x e والy e to the power minus 1. فلإيجاد المعادلة you need point and slope. فرح تكون المعادلة y minus e equal slope minus 1 over e y minus y1 e to the power minus 1 equal slope في x minus e. بإمكاني أبسط هاي المعادلة y minus e to the power minus 1 equal minus x over e فك القوس plus 1. اوكي، بإمكاننا إنه to practice أكثر، حاول إنك تجد السلوب للتانجنت لاين لا الكيرف. So as homework، لا الكيرف x equal 1 plus cosine t and y equal t plus sine t at t equal pi over 6. نفس الفكرة، مجرد انك بدك تشتاق وانه نعوض. Another example، find the point or the points on the curve x equal t تكعيب minus 1 and y equal t تكعيب ناقص 3t. Find a point on the curve where the tangent is horizontal. Now, find dy by dx. dy by dx مجرد هي dy by dt على dx by dt. اشتقيت هاي tt تكعيب 3t تربيع ناقص 3 واشتقيت بالنسبة ل x. فلاحظ هذا البسط هي عبارة عن dy by dt و dx by dt. متى يكون للكيرف horizontal tangent line؟ معناته الكيرف has a horizontal tangent line. ما
متى رح يكون له horizontal tangent line؟ إذا كان البسط يساوي صفر. If 3t square minus 3 equal 0 and 3t square لا تساوي 0. هلأ واضح إنه 3t square ناقص 3 equal 0 متى؟ 3t square minus 1 equal 0 عندما t equal plus or minus 1. Now at t equal 1 ما هي البوينت التي سوف تكون تقع على الكيرف؟ at t equal 1 رح نعوض مكان t 1 في x. So x قديش رح تكون عنا؟ 1 ناقص 1 0، 1 ناقص 3 سالب 2، معناته هاي كبوينت. وعندما t equal minus 1 ما هي البوينت اللي رح نحصل عليها؟ البوينت اللي رح نحصل عليها رح أعوض مكان t minus 1 في x، minus 1 تكعيب سالب 1 سالب 1 minus 2 ناقص 1 تكعيب، عم بعوض هون مش عنا y equal t تكعيب ناقص 3t، عوض سالب 1 minus 1 تكعيب ناقص 3 في سالب 1، فالواي رح تعطينا minus 1 plus 3 equal 2. معناته في عنا نقطتين اللي هم عبارة عن 0 لما ال t equal 1 رح يكون عنا نقطتين اللي هم 0 و minus 2 and minus 2. لو سألتك نفس السؤال متى هات الكيرف حيكون له has a vertical tangent line. حيكون له الكيرف vertical tangent line if إذا كان المقام صفر، يعني 3t square equal 0 وأكيد إنه البسط لا يساوي 0 and 3t square minus 3 لا تساوي 0. فمعنى هذا الكلام إنه t بتساوي 0. عندما t تساوي 0 ما هي البوينت؟ رح أعوض مكان x عندنا 0 فرح أحصل minus 1 and 0. إذن عند هاي النقطة سوف يكون vertical tangent line. Let x of t another parametric equation. أعطيتك الparametric equation x of t هي عبارة عن t square and y of t equal t تكعيب. Find لو طلبنا المشتقة الثانية d square y by dx square. لإيجاد المشتقة الثانية ما رح أقدر أوجدها إلا إذا أوجدت المشتقة الأولى. فأول إشي dy by dx dy by dt 3t square over 2t. So this equivalent to 3 over 2t. Now d square y by dx square هي عبارة عن d by dt لا 3 over 2t على dx by dt اللي هي 2t. اشتق هذا الاقتران بالنسبة لتيل هو رح يكون عنا 3 على 2، وفي عنا 2t معناته 3 على 4t. لو طلبت المشتقة الثانية عند point مجرد انك رح تعوض بالنقطة اللي طلعت عنا، يعني إذا طلبت at t equal 1 رح أعوض لما t equal 1. لو أعطيتك عند النقطة 1 1 بعوض مكان t، بعوض مكان ال x 1 ومكان ال y 1 وبوجد قيمة t. okay for example find the arc length of the curve. لو أخذنا الكيرف الأول اللي هو عبارة عن x equal
تي تكعيب over 3 y equal t square over 2 where t between 0 and 1. فبدي أجد أنا طول المسار لهذا البارامتريك كيرف خلال الفترة 0 و 1 رح نطبق على الفورمولا واشترطنا إنه dx by dt and dy by dt they are continuous على هاي الانترفال. فأول خطوة رح نجد dx by dt اللي هي عبارة عن 3 t square على 3 يعني 3 t square. رح أضطر أربع هذا المقدار dx by dt الكل سكوير اللي عبارة عن 9 t to the power 4 ومن هون dy by dt هي عبارة عن t ورح أضطر أربع اللي هي dy by dt الكل سكوير هي عبارة عن t سكوير. هلا القانون اللي تعلمناه الارك لينث equal the integral from 0 to 1 the square root dx by dt الكل سكوير بلس dy by dt سكوير with respect dt. So this equivalent to the integral from 0 to 1. إذن أصبح الآن السؤال سؤال تكامل. السكوير روت dx by dt الكل تربيع هي 9 t to the power 4 زائد dy by dt t تربيع dt. هلا هذا التكامل كيف ممكن نفكر نحله؟ لو أخذنا t تربيع عامل مشترك. So the integral from 0 to 1 the square root t square في 9 t square plus 1 dt. السكوير روت لتي سكوير هي القيمة المطلقة لتي، لكن الابسوليوت فاليو لتي بالانترفال 0 1 always positive. So this equivalent to هذا التكامل رح يعطينا the integral من 0 ل 1 تي السكوير روت ل 9 تي سكوير بلس 1 دي تي. وكمل انت الحل رح احله باي سبستيتيوشن. افرض اليو هي عبارة عن 9 تي سكوير بلس 1 ومجرد اني اشتاق واكمل التكامل. اوكي لو اخذنا التكامل find the arc length لكن غيرنا الكيرف x equal cosine 2 تي and y equal sine 2t t between 0 and pi over 2. لاحظ هذا الشكل البارامتريك ايكويشن يمثل ايضا سيركل لانه عنا اياها نفس الزاويه والسنتر 0 0 ونصف القطر حيكون 1. فلايجاد الارك لينث اكيد بإمكانك بدون متحل حيكون هذا ربع دائرة وبالتالي هو ربع محيط الدائرة. ولو استخدمت الفورميلا dx by dt مشتقة الكوساين سالب ساين في مشتقة ما بداخل الكوساين اللي هي الزاوية 2t معناته minus 2 ساين و dy by dt هي عبارة عن 2 كوساين 2t. هلا ما هو الارك لينث L the integral from 0 ل pi over 2 the square root رح أربع المقدار الأول هو 4 ساين تربيع 2 t زائد 4 كوساين تربيع 2 t dt. بإمكانك تأخذ الأربعة عامل مشترك فبضل ساين تربيع زائد كوساين تربيع 1 وبطلع الأربعة برا الجذر معناته 2 the integral من 0 ل pi over 2 ساين تربيع زائد كوساين تربيع اللي هي 1. فهاي رح تعطينا 2 أخذنا الأربعة عامل مشترك so ساين تربيع 2t plus كوساين تربيع 2t رح يعطينا 1 تكامل التي في باي على 2. لاحظ هاي تمثل نصف دائرة so this equivalent لا باي. اوكي هلا
حاول إنك تجد الارك لينث للكيرف x equal كوساين تكعيب t and y equal ساين where t between 0 and pi over 2. عشان أشتق رح أشتق 3 كوساين تربيع في مشتقة ما بداخل 3 كوساين تربيع وبشتق الكوساين اللي هو سالب ساين t. وحاول إنك تحل x equal e to the power t cosine t and y equal e للقوة t sine t t بين الصفر والباي over 2. فهذا هدول السؤالين تحاول انك تتدرب على الفورمولا هوم ورك لإيجاد الارك لينكث هلأ لاحظ ممكن انه انا اعطيك function يعني أعطيك function for example لو أعطيتك الاقتران البارامتريك كيرف x equal cosine t and y equal 2 sine t now بإمكاننا نحصل على point وكانت مثلا t بين الصفر والباي. هلأ لو أعطيتك النقطة لو أعطيتك point 1 0 لاحظ 1 0 تقع على هذا الكيرف 1 0 تقع على هذا الكيرف. لو سألتك إذا كانت النقطة 1 0 فما هي قيمة t يعني بإمكاننا من خلال البوينت إنه نحصل على t ومن خلال t إنه نحصل على البوينت. هلا لاحظ 1 0 هاي تمثل x وهاي y معنى هذا الكلام إنه 1 equal cosine t والصفر equal 2 sin t. فأنا بدي قيمة t التي تحقق هاي المعادلة يعني ما هي الزاوية اللي جتاها صفر اللي جتاها واحد واللي جاب لها صفر. فلاحظ قيمة t اللي بتحقق هدول المعادلتين إنه t equal 0 فمعناته من خلال هاي البوينت بإمكاني أحصل على t. ولو أعطيتك t بإمكانك إنك تحصل على مين؟ على البوينت. فمعنى هذا الكلام عندما كانت الـ t تساوي 0 كانت هذه البارتيكل عند النقطة 1 0 يعني هاي 1 0 عند أي لحظة لما كانت عنا الـ t equal 0. وبهيك منكون أنهينا موضوع البارامتريك كيرف. اتعرفنا كيف نعرف الشكل البارامتريك كيرف، اتعرفنا انه نجد السلوب، والاخر اشي تعلمنا how to find the arc length. فمحاضرتنا القادمة ان شاء الله سوف تكون موضوع جديد اللي هي البولار ايكويشن.